بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحفي التركي الشهير إبراهيم كراجول والقريب من دوائر صنع القرار بتركيا يرد على جو بايدن بما يستحقه بعد أن قام جو بايدن بإعلان أن ما حدث عام 1915 هو إبادة جماعية للأرمن في تزييف للحقائق وانحياز كبير ضد تركيا، ومحاولة منه بأن يجعل من تركيا أندلسا أخرى، كما أنه أيضا شن هجوما كاسحا على هؤلاء المنافقين المتأمريكين في الداخل التركي، وقال أن هؤلاء يريدوا أن يفتحوا القلعة من الداخل للمحتلين. لا شك أنه رد تركي كبير يوضح لنا ماذا تريد تركيا وماذا ستفعل تركيا تجاه أمريكا وتجاه بايدن بعد أن تجرأوا على تركيا ويريدوا أن يمسوا بوحدة التراب التركي، بل إنهم يريدوا أن يقلبوا الأمور رأسا على عقب وأن يعيدوا الخريطة 100 عام إلى الخلف. لمتابعة تفصيلات ما جاء على لسان إبراهيم كراجول من كلمات قوية وعبارات يستحقها بايدن والأمريكيين، أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية. ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. إبراهيم كراجول يقول: فرح المحتلين الداخليين إطلاق المحافظين المتأمريكين إلى الساحة، لكن محور العالم سيتغير. يتابع كراجول: لقد فرحت وسعدت جبهة الاحتلال الداخلي، لأن الرئيس الأمريكي استخدم في بيانه في يوم 24 نيسان الجاري مصطلح الإبادة، فلم يخجلوا أو يقولوا ماذا تخبرنا به ذاكرة هذا الشعب منذ مئات السنين. لم يقولوا إن الجينات السياسية المنقولة من السلاجقة إلى العثمانيين ثم الجمهورية التركية والتي تسير بخطى استثنائية من أجل النهضة التالية ستحاسبنا، ولكن كيف؟ لم يقولوا إنها ستطردنا خارج صفحات التاريخ. لقد عميت بصيرتهم وأهملوا كل ما هو متعلق بالدين والإيمان والوطن والشعب، وبدأوا هجومهم عليها جميعا، فهم يهاجمون بمنتهى الوقاحة كل ما هو خاص بهذه الأمة الإسلامية والتركية. يتابع كراجول: من فتحوا أبواب القلعة من الداخل صوبوا سلاح أمريكا بوجه تركيا. لقد اتخذوا مجددا موقفا أكثر صراحة لتأييد الوصاية الأمريكية الغربية والإرهاب والحصار الخارجي والتدمير الداخلي، كما برهنوا على أنهم سيهدمون تركيا ويفتحون باب القلعة من الداخل ويسلمون مفاتيحها لأي تدخل خارجي. يتابع كراجول: إطلاق المحافظين المتأمريكين إلى الساحة. لقد استخدم مصطلح جبهة الاحتلال الداخلي في مكانه الصحيح هذه المرة، واتضح للجميع أن أنصار الوصاية المستمرة منذ أيام الدولة العثمانية حتى اليوم لا يمثلون فقط من خلال الليبراليين ولا يتشكلون فقط من أنصار الغرب المطلقين، بل إنهم ينتمون إلى كل تيار سياسي. غير أن أسوأ ما في الأمر أننا جميعا رأينا أن أهم الأدوار من هذه اللعبة أسندت هذه المرة إلى المتأمريكين من المحافظين والإسلاميين، وأن تنظيم جولان الإرهابي لم يكن الكيان الوحيد الذي استثمروا به، بل إنهم استثمروا بقدره في كثير ممن عرفناهم وطنيين ومحافظين وإسلاميين لسنين طوال ليطلقوهم إلى الساحة الآن. يتابع كراجول: ظهور كل جبهات كفاح استقلال القرن 21. لقد شهدنا جريمة متلبسة جديدة، وظهرت كل جبهات كفاح استقلال القرن 21، واتضح مجددا من الذين يدعمهم ويستثمر بهم، من يرغبون في إجبار تركيا على الاستسلام من الداخل، ومن وضعوه في المقدمة، ومن جهزوا كل شيء من أجله. يتابع كراجول: تكشف ردود الفعل الأولى عما يكنه هؤلاء، فمنهم من ابتهج علانية، ومنهم من فرح خلسة، ومنهم من نشر انتقادات خجولة،
ومنهم من اتهم تركيا والدولة والحكومة، بل ومنهم من ربط بين بيان بايدن وبين أخطاء تركيا. منهم من بالغ أكثر من بايدن ووصف تركيا وشعبنا وجميعنا بأصحاب الإبادة، بينما أظهر البعض الآخر كل الخبث والنفاق الذي يكنونه، وانزلقوا في مستنقع يبيعون به هذا الوطن بسبب حقدهم على أردوغان. يتابع كرجل: إنهم ينتقمون لآيا صوفيا ونصرة كرباغ، إنهم يريدون تنفيذ مخطط الأندلس في إسطنبول. لقد أسعد هذا القرار الليبراليين والوطنيين والمحافظين واليمينيين واليساريين، بل والقوميين وبعض الإسلاميين من الذين شعروا بالارتياح من خلال عبارات: لقد صفع بايدن تركيا وأوقف أردوغان عند حدوده، وها قد جاءت إشارات التدخل. لم ينزعجوا أبدا من وصف إسطنبول بالقسطنطينية كما جاء في قرار وبيان بايدن المشؤوم، كما لم يعتبروا ذلك انتقاما لآيا صوفيا ونصر قرباغ، ولم يفكروا في أن هناك مخططا خطيرا لتدمير إسطنبول كما فعل الغرب في الأندلس بعد قرون، وأنهم يخدمون هذا المخطط بمواقفهم التي يتخذونها. يا حاملي لواء هذه الهوية من الوطنيين الأعزاء، أيتها العقلية التي أقامت الإمبراطوريات، هذه ليست مسألة سياسية داخلية. يقول إبراهيم كرجل: إنهم يفعلون ذلك عن قصد، فتراهم ينتقمون من تركيا والإسلام، وهذا ما يعني أن الأمر جد خطير، يعني أنهم يحاصرون تركيا ويقيمون الجبهات من الداخل تمهيدا لشن الهجوم الأكبر من الداخل والخارج، كما أن هذا يعني أن حملت لواء هذا الوطن والحضارة والهوية والجينات السياسية وتلك العقلية التي أقامت الإمبراطوريات ستخوض صراعا أشرس. لذلك فإن قضية تركيا لم تعد الديمقراطية والسلطة السياسية والسياسات الداخلية، بل إنها مسألة أمن قومي، مسألة وجود وتصفية حسابات ترجع لقرون مضت. يتابع كرجل: القضية ليست كلمة الإبادة، بايدن زعيم عاجز لدولة مفضوحة، ليس هناك أي قيمة سياسية في عالم اليوم لوصف بايدن الإبادة، فهذا القائد العاجز لدولة مفضوحة أمام العالم بعدما عجزت عن انتخاب رئيسها كما يجب. لا يتمتع بايدن بالصلاحية الأخلاقية لتثمين حدثا وقع قبل 100 عام، إذ إن أمريكا دولة أسست على دماء الملايين، بل إنها قتلت بشكل مباشر مئات الآلاف من البشر حول العالم خلال القرن 21. يتابع إبراهيم كرجل: لقد فقدت أمريكا تلك الصلاحية في شتى المجالات وخسرت دورها المركزي العالمي، بل إنها تخسر الثقة والشعبية بسرعة البرق في مواجهة القوى الصاعدة في هذا القرن، كما أنها في صراع مع نصف دول العالم لم يعد أحد يثق بها أبدا بعدما فقدت مكانتها التي لن تستعيدها. يتابع كرجل: كما فقدت أفكار فترة الحرب العالمية الأولى قدرتها على فرض العقوبات على دولة سطع نجمها كتركيا. لقد رأينا ذلك في كرباغ وسوريا والعراق وليبيا والبحر المتوسط وبحر إيجا، وسنراه في مناطق أكثر. يتابع كرجل: يخططون لهجوم أكبر من 15 تموز. إننا نواجه حقائق وتهديدات أخطر بكثير من استخدام بيان الولايات المتحدة الأمريكية لكلمة الإبادة، فهذا التهديد الخطير يتمثل في استعداد حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي بكاكيه والحزب الجيد وأصحاب الوصاية من المحافظين الذين انفصلوا عن حزب العدالة والتنمية وتلك التيارات الأيديولوجية المهمشة والتنظيمات الإرهابية، استعدادهم جميعا لحرب أخطر من 15 تموز للضغط على تركيا. يحظى هذا الكيان وهذه الحرب بدعم أمريكا وأوروبا والكيان الصهيوني وكل القوى المنزعجة والقلقة من نهضة تركيا وتحويلها مجرى التاريخ ونقلها للطموحات التاريخية إلى اليوم. يتابع كرجل: سنتغلب على هذا المخطط كما تغلبنا على الأزمات والخيانات الأخطر. ربما تعتبرون ذلك مبالغة، لكننا سنشهد خلال الأيام والشهور والسنوات المقبلة نماذج أكثر وقاحة من هذه الأحداث. فهذا المخطط الذي يروجون له في صورة خطة إسقاط أردوغان
والبحث عن بديل سياسي داخلي، إنما هو في الحقيقة مخطط كبير يهدف لإعادة تركيا إلى حظيرة أمريكا وأوروبا، وسنشهد هذا الصراع على امتداد القرن الحالي. لكن تيار التاريخ قد تغير، وتغير معه كل ما هو متعلق به من مخططات، كما عادت الحضارات القديمة بعبارات جديدة. لقد تفسخت خرائط القوى، لذلك سنشهد نهضات وتأسيسات جديدة، فالعقلية التي أقامت الإمبراطوريات وحكمت القارات ستتغلب على هذا الأمر، كما تغلب على مر القرون على الأزمات الكبرى والخيانات الخطيرة. يتابع كرجل: حرية تركيا تبدأ داخل عقولنا، كونوا صوتها ونفسها وسلاحها. إننا جميعا نؤمن بتركيا القوية في القرن 21، نؤمن بهذه الدولة المركزية وطموحاتها التاريخية، نؤمن بإنقاذ المنطقة، وأن كل هذه الأمور إنما هي صراع حضاري. لذلك فإننا سندعم محور تركيا الذي سنجتمع تحت مظلته لنقف على جبهة أكبر. كونوا أنفسكم ولا تسمحوا لمن يروجون بهذه الأمور في صورة حزب سياسي وحقد شخصي وجوانب ضعف تركيا أن يضللوا عقولكم. إن قوة تركيا وحريتها تبدأ أولا داخل عقولنا ثم تنتشر حول العالم، فهذا ما حدث ويحدث وسيحدث دائما. لذلك عليكم دعم هذه الموجة التي أتت بعد 100 عام دون أن تلقوا بالا لحزبكم السياسي أو هويتكم أو جماعتكم أو تياركم أو أحكامكم السياسية المسبقة. كونوا صوت تركيا ونفسها وقوتها وسلاحها، سنغير محور العالم مجددا. يتابع كرجل: هذا هو سبب الصراع وما يحملون من مخاوف، لا تسمح لهم بأن يوقفوا تركيا من الداخل أو الخارج. فهل قال بايدن إبادة؟ لا يهمكم أبدا، واصلوا المسيرة، فلم يعد هناك مكان للتردد والخوف والتوقف والعودة، فالتاريخ والجغرافيا يناديوننا، وبالفعل سنأتي. هذا هو الصراع الوحيد الذي أقاموا كل الجبهات من أجله، أما نحن فشعب يعلم جيدا هذا الصراع، وسنغير محور العالم مجددا، وهذا ما يرعبهم. بذلك ينهي إبراهيم كرجل هذه الهجمة الكبيرة على الوقاحة التي جاءت من رئيس أكبر دولة في العالم عندما أراد أن يمس السيادة الوطنية التركية، وأراد أن يتهمها بأكاذيب وأن يمهد لوعد جديد كوعد بولفور من أجل تقسيم تركيا والعالم الإسلامي. ولكن هيهات هيهات بإذن الله، طالما أن هناك رجال أمثال أردوغان ومن يقفون معه في خندق المواجهة الأول. متابعين الأعزاء، أتمنى أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.